أشقائنا الأحباء في أرض الكنانة، قلب العروبة النابض، نحييكم من ضفاف الخليج من الكويت، حيث يقوم إخوان لكم ببناء وطن مزدهر يحقون فيه الرخاء والتقدم، ويسهمون مع إخوانهم في إرجاء الوطن العربي الكبير في تدعيم مشاريع التنمية الاقتصادية، ويشاركون مع أعضاء الأسرة الدولية في تحقيق السلام والعدل والرخاء في ربوع العالم. نحييكم في ذكرى حبيبة على قلوبنا جميعا، هي الذكرى 16 لعيد الكويت الوطني، وندعوكم إلى جولة فنية في بعض قطاعات وطننا. لا تسألوني من أحب انت وتعرفونها، هي اللي خلتنا نحب ونعيش بعيونها. لا تسألوني من أحب انت وتعرفونها، هي اللي خلتنا نحب ونعيش بعيونها. من غير ما اذكر اسمها وعد فعل رجالها، من غير ما اذكر اسمها وعد فعل رجالها. الكل عرف والكل عرف انها الكويت صفقولها، انها الكويت صفقولها، انها الكويت صفقولها، انها الكويت صفقولها، انها الكويت صفقولها. يسير التعليم في الكويت بخطوات واسعة الى الامام، فقد أنشئت الكثير من المدارس الحديثة بمختلف المراحل والمستويات العلمية، ابتداء من الحضانة إلى التعليم الجامعي، وذلك من أجل تهيئة المستوى العلمي الملائم لجميع المواطنين. وأصبحت جامعة الكويت تحتل مكانا مرموقا بين جامعات العالم، وهي تضم كليات العلوم والآداب والحقوق والاقتصاد والتجارة والعلوم السياسية. وقد شيد مبنى الجامعة على أحدث طراز معماري، وأنشئت بداخلها المدرجات الواسعة، وألحقت بها المعامل العلمية المجهزة تجهيزا حديثا كاملا، فضلا عن المكتبات الغنية بالكتب والمراجع. وقد حرصت الحكومة الكويتية على بجميع مراحله بالمجان، فضلا عن علاج الطلبة بالمجان أيضا. يبدأ التعليم في الكويت كما هو الحال في الكثير من الدول الأخرى بمرحلة الحضانة، وهي مرحلة انتقالية لإعداد الطفل للحياة المدرسية، فيساعد جو الحضانة الدافئ التربية العائلية للمحافظة على الصحة العقلية والجسمانية للطفل ونموه، ويربع عدد المدارس الثانوية في الكويت على 60 مدرسة، منها عدد كبير مخصص للبنات فقط. في هذه المرحلة يتعمق الطلبة في اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والعلوم مع دراسة لغة أجنبية. وفي المواد العلمية يتابع الطلبة شرح مدرسين أكفاء، ويطبقون علومهم في معامل مجهزة تجهيزا كاملا، حيث يقومون بإجراء التجارب بأنفسهم. وفي هذه الفصول الحديثة تتاح الفرصة للطلبة لسرعة الاستيعاب بفضل التجارب العلمية. و
ويتجه الاهتمام أيضا إلى تعليم اللغات الأجنبية في قاعات خاصة يطلق عليها المعامل اللغوية، وهي مجهزة بأجهزة إلكترونية لتمكين الطالب من سرعة الاستيعاب وإتقان النطق الأصلي للغة. وبكل مدرسة في جميع مراحل التعليم عيادة طبية خاصة للطلبة وصيدلية. وتصرف للطلبة في جميع المراحل التعليمية وجبات غذائية بالمجان، وتحضر هذه الأطعمة بواسطة الطهاه في وحدة صناعية كبرى ثم توزع على المدارس بإشراف وزارة التعليم. كما تهتم الحكومة الكويتية أيضا بتعليم الأطفال العاجزين وإدماجهم في المجتمع. وقد وضعت لهم برامج تتضمن التربية الأكاديمية والتوجيه المهني. ويقام معرض سنويا لإنتاجهم يحضر لمشاهدته عدد كبير من الزوار، كما يحظى بزيارة سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء وولي العهد. ويتم تعليم المكفوفين للقراءة بأحدث الوسائل وهي طريقة برايل بإرشاد مدرسين متخصصين. وتوجد فصول خاصة لتعليم الصم والبكم بواسطة أجهزة إلكترونية يمكن بواسطتها أن تبث للطلبة أصوات وكلمات تضخمها هذه الأجهزة. وقد أعدت وزارة التربية مشروعات لزيادة عدد المدارس في الكويت تبعا لزيادة المطردة في عدد السكان. ولذا فسوف تستمر الإنشاءات المدرسية في الزيادة إلى جانب حركة الإنجازات الكبيرة التي تحققها الدولة في سبيل التقدم الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للشعب الكويتي. Yeah.
الفن هذا الشيء الجميل الذي يسعد الناس، والذي كم أسعد الآباء والأجداد في رحلاتهم في البحر والبر. لقد أقامت له الدولة صرحا كبيرا هو معهد الموسيقى، وهذه مجموعة من فتياته. لك يا عظيم الشان يا عالم.
Yeah.
هذه هي الكويت، كويت الحب، تهدي للجميع التحية والسلام في عيدها الوطني.